مساء الخير عليكم مشاهد برنامج شكل تاني. النهارده حلقه مختلفه بوجود ضيف مختلف، نموذج للتميز والابداع، كسر قيود النمطيه وتالق بافكاره الجديده والمميز، المخرج روبرت ادوار صاحب شركه توجيزر. نورتنا، اخبارك ايه؟ طبعا الحلقه اللي فاتت كسرت الدنيا. طبعا بحضورك. ربنا يخليك يا رب، بجد نورتنا. وعايزه اقول لك ان كان في رد فعل جامد جدا مع الناس على الحلقه الاولانيه، كانت افكار جديده. الحمد لله، يعني ما شاء الله مسوق باعلانات بطريقه غير نمطيه وتقليديه، بجد انت كسرت القيود كلها. الحمد لله فعلا، ده حتى عاد علينا بفايده في الحلقه هنا وعلى الحلقه اللي فاتت، ده حقيقي. الحمد يعني لله. شفته على الصفحه وعلى متابعي حتى اليوتيوب. ودي رساله برضو نقول للناس ان قناه الصحه والجمال ليها مشاهدينها ومتابعينها بشكل كويس. طبعا يعني اكيد الحمد لله. عايزين بقى تحكي لنا عن شركتك وقصة نجاح توجيزر وقصة نجاحك في فكرة التسويق. الحقيقة عايز أقول برضو نفس الفكرة اللي حضرتك قلتيها، إن إحنا بنكسر النمطية، مش بنفكر بالشكل التقليدي اللي الناس متعودة تفكر بيه، وده ما فيهوش تعب، بالعكس هو بس فيه نوع من المجازفة، وده أي حد عايز ينجح لازم يحاول يعمل حاجة فيها نوع من المخاطرة، لأن المخاطرة بتخليني أحقق اللي الناس التانية بتشوفه مستحيل. إحنا في توجيزر زي ما كنا بنحكي المرة اللي فاتت عن رؤيتنا، واحب ان انا اعيد ده مره تانية الحقيقه علشان يفضل مع الجمهور يبقى حافظينه. احنا بنجتهد معا، مش بنتعامل مع الشركه اللي بنسوق لها او المصنع او الاشخاص اللي بنروج ليهم على انهم ناس مختلف او هم بيزنس، مش بنشوفهم فلوس، لا احنا بنشوفهم صح. اشخاص، بنشوفهم شركاء نجاح، فبنجتهد معا. وعندنا مبدا كل الناس فاهمينه غلط، يمكن بتوع الناس اللي شغاله في التسويق الالكتروني او السوشيال ميديا بشكل عام يأيدوني في رايي ده، انه العميل عايز اعلى نتيجه من اول مره، يعني هو بيفكر بس في النتيجه من اول مره، مش بيفكر انه ينشئ لنفسه براند، انه يكون اسم وانه يسمع ويفكر في المستقبل، هو بيبص تحت رجليه بس. ودايما بيبقوا عايزين ان احنا نعمل كده، في تمام. الحقيقه لا، هو نص المجهود علينا ونص المجهود عليهم. صح. يعني احنا في ناس بتتابع ورا الصفحات، انا هوصلك للعميل بتاعك، لكن انا كمان محتاج منك دور انك انت كمان تتابع صفحتك، ترد على الرسائل بشكل سريع، اسلوب لبق صح يعبر عن مؤسستك وشركتك ومصنعك. طبعا، ما انا ممكن دلوقتي انت عملت لي مثلا سي اعلان ممول، انا ما ردتش، فالعميل ممكن يروح او خلاص ان انت ما بالظبط. ردتش عليه فهيترك. ودايما بنقول يعني انا هقول يا روبرت، ارجع تاني الكلام انت قلته، ما بنبصش للفلوس، لا اللي خالص، بيحط يعني المادة هدف اساسي في حياته عمره ما كان بينجح. بالظبط. عايزين بقى تحكي لنا عن مول هايبر كي ام بالوراق، ده شريكك في النجاح طبعا وقصة نجاح. طبعا أستاذ ملك، ملاك، ملاك ملاك ايه؟ استاذ ملاك بدروس طبعا، ده الاستاذ بنقدم ملاك. له طبعا تحية لأنه شريك طبعا نجاح طبعا شركة توجيزر. طبعا. عايز اقول ان انا لما بقول شريك دي كلمة حقيقية، مش بس بنجامل بيها الاشخاص. وعايز اقول لما بيجي نتكلم ونختار شركة نتعامل معاها، بنحاول نركز على اصحاب الرؤى، يعني يكون عنده رؤية لمكانه ومجاله، تكون رؤية مميزة. والحقيقة أستاذ ملاك بدروس ومول هايبر كي إم بالوراق من المولات المتميزة جدا جدا جدا، لأنه بيقدم فكرة. المول فكرته قائمة على إنه يكون فيه كل حاجة، زي ما بيقولوا كده في السوق المصري، من الإبرة للصاروخ. يعني سوق الأم تاخد بنتها معانا أو برضو العروسة. فيديو للمول مظبوط. يتعرض معانا ونكمل مميزات الهايبر وقد ايه استاذ ملاك قدر يعمل حاجة متكاملة. بالظبط صح كده. بالظبط. طيب هو ظاهر معانا دلوقتي، ده ايه قسم مفروشات؟ ده الدور الاول، هو تمام المول 3 ادوار، ده تمام الدور الاول قسم البلاستيكات والمفروشات، حاجه بصراحه فوق الرائعه، حاجه متميزه جدا. لا باين بصراحة ان هو كمان حتى ما شاء الله منسق، حتى العميل ما يتعبش وهو رايح. لا اي ست خالص، بيت عايزة تشتري اي حاجة هتلاقيها بسهولة وبيسر، فما شاء الله. ده قسم المفروشات عنده. ده قسم هنلاقي دلوقتي المفروشات دي، البلاستيكات المعروضة حاليا، وكل ما تحتاجه الأم أو العروسة الجديدة للمفروشات للبلاستيكات، القسم هتلاقيه موجود، كل حاجة يعني هتلاقيها انا موجود. مثلا عندي عروسة عايزة اروح اجهزها في المول ده، ما شاء الله الاقي كل حاجة. طبعا كل حاجة. لا تحية الاستاذ ملاك بقى. لسه كمان في بعض الحاجات المتميزة جدا، ده غير طبعا العروض والخصومات، انه ده بيحاول يتراعى كمان مع ظروف البلد. يمكن من اكتر الحاجات المميزة للاستاذ ملاك ومول هايبر انه عمل خصومات في وقت الكورونا،
وخصومات جميله جدا ورائعه جدا على المنتجات. تحيه للاستاذ ملاك بقى. طبعا اللي بيشارك الناس مشاكلهم وظروفهم طبعا اكيد حاجة جميلة بيبقى جدا. منهم وبيحسهم وهو عارف هو بيعمل ايه. يعني المول ده لما انا اوفر لعروسه احتياجاتها زي ما احنا شايفين كده، دي بلاستيكات ومفروشات ومقسم تلات الهايبر تلات ادوار، فهو طبعا برضو بيوفر علينا مجهود على فكره. بالظبط، ان انا اجيب كل حاجتي من مكان واحد. طبعا طبعا مجهود وخصومات وعروض. ايه بقى الدور التاني؟ هو انا عايز اقول برضو فكره انه مش بس فكره الادوار قد ما فكره ان كل حاجه في القسم مليانه، يعني دسمه جدا بالحاجات بتاعتها. يعني ممكن نشوف اماكن كتير بتكون فاتحه، يعني بتفتح في المجالات، ايوه بس ولكن في مش حاجات بيكون ناقصاها. متوفر بالظبط كده. لكن عايز اقول لحضرتك ان هو كمان مستورد، يعني الحاجه بتجيله هو بيعرضها بشكل يعني بشكل كامل ومتكامل وباسعار كويسه جدا. فانا اللي هيجي يلاقي حاجه مش موجوده في الاسواق بره بيلاقيها موجوده في مول طبعا هايبر دي كامل. خدمة على فكرة. في بالظبط. برضو ليه فيديو تاني، ممكن اقعد من نعرض فيديو الفيديو تاني. التاني. أستاذ ملاك مميزات الهايبر عنده ايه؟ تمام، لحد ما عرضوا الفيديو التاني كنت عايز اقول انه بالرؤية اللي احنا بنقولها بنقول نجتهد معا نتطور معا، ودي المرحلة التانية، والمرحلة التالتة ننجح معا، المرحلة الرابعة نتميز معا. وده اللي بلاقيه في شريك النجاح استاذ ملاك، انه مش بس وصل للنجاح للعملاء لكن بيتميز وبيتطور بشكل مستمر، وده بنشوفه في الحاجات اللي بيضيفها يوميا على المنتجات عنده والاقسام. فالتلات ادوار زي ما كانت بتقول استاذ رانيا انه اللي هيدخل المول هو بيطلع من الدور الاول للدور الثالث هو بيلاقي هو كل مش هيتعب، اللي بيحتاجه. مش هيتعب. معانا بالظبط الفيديو كده. نعرضه. حاجات بتحبوها انتوا بقى، اول موضوع ده القسم اللي الدور الثاني ده بتحبوه اهو، الصيني بقى الصيني بقى والحاجات. والنيش والحاجات دي. لا بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا على فكرة، يعني لا حاجة ده متكاملة بجد. عروض الصيني بقى تحفة، يعني ندخل على عروض الصيني بتلاقي فرق 300 400 جنيه عن المحلات التانية، ودي حاجة يعني رهيبة عامل يعني. خصومات حقيقية. بالظبط. لا تحياتنا للأستاذ ملاك، هو بالوراق صح؟ بالوراق على كورنيش النيل امام البنزينة وكنيسة العذراء والملاك، تمام. مكان معروف جدا. أي حد برضو عايز يتواصل يرجع بالظبط، في ارقام الأرقام على تليفونية الشاشة. بتظهر. ده كده الدور التاني صح؟ ده الدور الثاني. في دور اللي هو بيعرض بقى حاجة النيش ده بالظبط. حاجة النيش كتيرة جدا أصلا، صيني ده وكوبايات اتوم وكاسات كاسات وأكروبال وبايركس لا احنا بالظبط. عارفين الحاجات دي. ومفروشات برضو. ما ده النزول للقسم اللي تحت. معانا مكالمة. ياسر، أستاذ ياسر مساء الخير. طيب المكالمة تقريبا فصلت. نرجع تاني ونقول قد ايه لما يكون حد بيعمل حاجة بيعملها بلمسة، بالظبط بيعملها بحب، بيعملها بتنسيق. يعني بالظبط. انت مش فارق موضوع المادة ولا لا، انا دلوقتي داخل مشروع هكسب، بس اكسب بالمعقول، اكسب بحاجة اوريجينال كده، حاجة جميلة، حاجة مرتبة، حاجة منسقة. يعني انا شفت المول حاجة مبهجة اصلا، ده يعني بيعود عايزة اروح ازوره من التنسيق والجمال. فده ايوه صح. وراء ايه؟ ورا مين؟ ده وراه اولا رؤيه زي ما كنت بقول لحضرتك، ويمكن عايز اكد على ده ان استاذ ملاك صاحب رؤيه لفكرته ومشروعه، يعني في حلم كبير هو بينسق ليه. الرؤيه معناها حلم كبير بعيد المدى، انه بعد 10 سنوات انا عايز اكون فين. فلما بيكون الشخص صح. عنده درايه هو عايز يوصل لفين بيعرف ينسق صح، عندهم رساله انه يقدموا المنتج باعلى جوده. ودايما لما بيكون المؤسسه ليها رؤيه وليها رساله وليها اهداف بتعرف تحقق اللي هي عايزاه بأسرع وقت وبأفضل وأكفأ شكل. والله انا رؤيتي برضو استاذ روبرت ان المسوق الصح برضو بتبقى حلوة جدا. ربنا يخليك. لا بجد والله العظيم انت بجد حاجة مختلفة. يعني ان انا اسوق منتج واعمل اعلان واطلع بيه على التلفزيون وارتب واعمل فيديوهات واتعب واعمل اخراج واجي لحد القناة، فدي في حد ذاتها يعني مين ده؟ انت اللي يعني شريك معاهم. انا شريك فعلا نجاح ده مش فعلا والله شايفه. ده شريك نجاح فعلا. انا اعتبري ان انت شريك، لان انت بجد بتتعب شكرا. ان انا اخرج. يعني حضرتك انا عارفه ان انت اللي عامل الفيديوهات اللي احنا عرضناها مظبوط دلوقتي، انت مظبوط. اخراجك صح اخراج. وتصويرك. لا تصوير، مدير التصوير صديقي الغالي يعني استاذ شريف اشرف. طبعا بنقدم له شخص تحيه على مبدع التصوير جدا. الجميل ده.
شخص مبدع الحقيقة يعني. حاجة جميلة بجد ومميزة. ومعانا فيديو تالت برضو نجهزه. تمام. في فيديو تالت عايزين بقى نتكلم عن شركة توبيزر اتعرضوا على الهواء. عايز اقول ان ورا برضو استاذ ملاك في فريق عمل رائع جدا 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 بيشتغل، هو اللي بينسق وبيرتبوا الحاجات بالشكل ده. فريق عمل من الشباب والانسات، انسات ليها لمسه جمال في عرض الحاجه. في زي ما حضرتك شايفه كده تحسي في نوع من الفن. فعلا انا بقول لك فن يعني ما شاء الله، ما حدش يتعب وهو رايح يجيب منتج ولا يجيب حاجه، في تنسيق في بهجه قد ايه بجد. انا بشكر طبعا كل القائمين على في الهايبر ده بجد، لان هم باين يعني باين قد ايه تعبانين في الحاجه وقد ايه مكلف ومبهج. فبجد يعني استاذ بس ملاك كده الف كمان شكر التنوع، ليك. يعني تنوع رهيب يعني. بصي تلاقي انه كل فعلا في بجد تنوع الموضوع في المنتجات وتنوع في يعني مثلا لو منتج واحد تلاقي تنوع شركات، وده بيدي فرصة للعميل ان يكون صاحب قرار. ويمكن من انجح الطرق اللي ممكن تمنحيها للعميل انه يحس انه صاحب قرار، صح، مش بتجبريه على مش حاجة. بتفرض عليه حاجة. بالظبط. وده برضه رؤية استاذ ملاك انه عايز يدي للعميل فرصة ومجال انه لا اختار بنفسك. احنا عندنا اهو بدل المنتج اتنين وتلاتة، ومن المنتج بدل الشركة اتنين وتلاتة، صح، فانت صاحب قرار انك تقرر اخد ده غالي شوية، ده ارخص، ده خامته كواليتي هاي كواليتي، ده بيخاطب جميع الفئات بالظبط. يعني. ظروفي كويسة ظروفي وحشة انا هروح للهايبر اجيب الحاجة اللي انا عايزاها، مظبوط صح كده. مظبوط. فبيخاطب جميع الطبقات، احتياج الطبقة المتوسطة الفقيرة الغنية. بالظبط. مفيش حد بيخرج من عنده مش مبسوط على فكرة. يعني بجد معظم الناس اللي بتدخل الهايبر هو بيخرج زي ما بيقولوا كده باللغة المصرية بتاعتنا الجميلة انه بيتراضى. يعني اللي صح، عايز خصم بياخد خصم بيلاقي. عايز اقول ميزة كمان احب اوجهها للجمهور، اتفضل. انه الهايبر مول هايبر كي ام في الوراق هو بيعمل لايف كل يوم، فيديو لايف، وبيعرض منتجاته لايف. وفي حد رائع جدا مدير المبيعات استاذ مصطفى بيقول بصوته كل الاسعار وكل الحاجات، مش زي باقي الشركات. وده بيدي نوع فعلا من المصداقيه مصداقية. والامانه انه انا اسعاري بقولها لايف للناس، مش بخلي الناس تتفاجئ ولا هقول لك السعر في الانبوكس ولا الكلام ده خالص. مش بس كده، في مسابقات لاكتر ناس بتتفاعل تعمل شير وكومنت، في مسابقات لاكتر ناس بتشتري زي كوبونات وحاجات زي كده. كل يوم بيقدم حاجات جميله جدا الحقيقه. انا نفسي تيجي تزوريهم لا يعني، بجد انا هروح فكره وهاخد كويسه. كاميرا على فكرة، تمام، وهعمل لقاء مع استاذ ملاك، ده اهداء مني ليه، لانه بجد حد شرفنا طبعا، بجد يعني مجتهد جدا في شغله، شرفنا. وهو شريك للنجاح، واحنا برضو بنوجه له شكر على الهوى، ويا رب من تميز ونجاح وتألق. وهتكلم عن شريكي انا في النجاح، هو زيت لوزاريا، هو لعلاج مشاكل الشعر، انا بجد جربته. ارجو لاي حد عنده مشكلة في الشعر يتواصل مع الارقام الموجوده في الشاشه، انا بجد استخدمته على فكره. انا مطلعش معايا اي اعلان الا ويكون يكون لي حد مصداقيه، موثوق فيه، لان وده الحمد انا لله عارفه عن برنامج حضرتك طبعا يعني، ده حاجه يعني كويسه. البرنامج الحمد لله ليه اسم، فعشان اطلع استاذ ملاك والهايبر بتاعه او اطلع زيت لوزاريا، شعر لوزاريا، لازم اكون انا جربت الزيت وشفت الهايبر. وانا معاكي بايد لوزاريا وبقول لهم يعني من نجاح لنجاح، يا رب يا رب يا رب ان واتمنى شاء الوقت الله الجاي يكونوا معاكم في حاجات ونتشاركوا معانا ان شاء الله باذن ان الله. شاء الله. احنا بندعم اي حاجه حلوه، احنا عايزين نعمل تيم متكامل. عايزين نوري الناس يعني ايه تسويق. ليه بقى؟ لان في ناس بجد كتير بتتنصب عليها، وصحابي اتنصب عليهم من تمام، فكره ان انا ادخل على السوشيال ميديا الاقي مسوق يقول لي كلمتين حلوين وبص ادفع فودافون كاش وسوق. لا، هو ده التسويق، صح، ده حقيقي اوصل لحد موثوق منه، القناه موثوق منها، لشركه موثوقه منها، ليها مقر، ليها واعرف عنوان، اوصل واحقق ليها اللي انا اسم، عايزه. حد موجود، في مصداقيه في الشغل. فمن هنا اطرح سؤالي، ابتدي ازاي تسويق منتجي؟ ابتدي ازاي؟ ده فكرة كويسة. يعني ابتدي ازاي؟ انه لازم يكون عندي رؤية زي ما كنت بقول لحضرتك، لازم اعرف انا عايز اوصل لفين، ولازم اشيل من دماغي خالص فكرة المادة، مش لاني مش عايز اكسب. هنكسب، وده اكيد رغبة كل حد بيعمل تسويق او بيعمل منتج. بمعنى ايه؟ يعني انا عايز ابدأ، فانا عيني على ان العميل يكون راضي، اللي هو هيبقى شريكي بعد كده في مكاني، لانه اللي بيفضل مستمر معايا في عملية الشراء مني كمقدم خدمة او بائع هو شريكي، لانه بيفضل طول الوقت انا بسترزق من خلاله. فده بيفضل بيكون سبب نجاحي، لانه كمان هيتكلم عني. ف
فازاي انا بكون بقدم له الخدمه فعلا بشكل جيد، وازاي اكون بقدم له الخدمه بشكل جذاب يجذبه للمكان بتاعي وللحاجه صح بتاعتي. صح طبعا ده بيحتاج لايه بقى في التسويق، عشان احنا ايوه التسويق الالكتروني يحتاج لتصميم كويس، حاجه اسمها هويه مرئيه. ده بيكون عباره عن فيديو، سواء كان موشن جرافيك اللي هو الكرتون، او فيديو بمونتاج زي الحاجات اللي انتم بتشوفوها على الشاشه، او ديزاين تصميم صوره زي اللي حضراتكم بتشوفوها للرعايه برضو على الشاشه. حاجه اسمها هويه مرئيه، يكون ليها كيان، وده بيحتاج لمكان متخصص عشان يقدر يعمله. اكيد طبعا. وبعد كده ابتدي اخاطب الناس واحتياجاتهم من خلال منتجي. انت هتستفيد ايه لما تستخدمه، وهتخسر ايه لما استخدمتوش. فانا بقول من مكاني هنا، مش علشان بس ادعوكم لشركتي، لا، انا طبعا شرفني ان يكون لي اكتر من شريك، ولكن لازم يكون لكم حد متخصص في التسويق الالكتروني. احنا بنخاطب الساده المشاهدين تمام، اليها كنصيحه، بالظبط بالظبط، سواء شركه روبرت او اي شركه تانية، عشان يعرف هو يبتدي منين. فاحنا عندنا قيود غصب عننا، يعني احنا، واكيد حضرتك عانيتي من ده، وانا كشركه كمان عانيت من ده، القيود اللي بيحطها الفيسبوك واليوتيوب على الريتش، نسبه الوصول المنشور بتاعي للاخرين. لازم اعمل اعلان ممول علشان اقدر اوصل لاكبر قدر فعلا صح. من الناس المتابعين، فده بقى بيخليني انا محتاج ادفع عشان انال خدمه. طب واعتقد انه مول هايبر كي ام بالوراق، استاذ ملاك بدروس، لما قعدت حكيت معاه عن الفكره دي، هو كان ازاي سخي في انه عايز يوصل للناس بتاعته، صح سخي في انه عايز يقدم لهم عروض كويسه صح وافكار جديده، سخي في عرضه كمان للمنتجات بتاعته وفي تعامله مع الناس، وده بيفرق جدا مع المتابع او العميل او اللي بيكون بعمليه الشراء مني. تمام والتسويق فن، يعني مش مجرد انه انا بعمل اعلان ممول، صح. لا بص يا خالص. مستر روبرت، انا دلوقتي انا لما باجي اعمل مشروع لازم اعمل بند للتسويق، ما عادش زي زمان، ده حقيقي، دي حقيقة، لان احنا دلوقتي بقينا عندنا سوشيال ميديا رهيبة، تمام، انستا وتليجرام وفيس وصح كده ويوتيوب، ويوتيوب وفي على وحاجات جوجل كتيرة ادز، جدا. فانا لازم هعمل مشروع اعمل له رنج للتسويق، صح تمام، كده؟ مظبوط، لازم يكون عندي ميزانية للموضوع ده، تمام. أستاذ تمام. ملاك أو أي حد مثلا بيجي يسوق عندك مشروعه أو منتجه، بتبتدي في حتة إن أنت بتعرفه الحاجات اللي أنت لسه عارضها دلوقتي أو شرحها، صح ولا تمام، لأ؟ مظبوط. بعد كده بقى بتتابع إيه بعديها؟ هو اولا انا بحب انزل المكان بنفسي واروح انا شخصيا للمكان، ابص على الناس بتتعامل ازاي وبيبقى ازاي، وطبعا دوري يمكن كمان محاضر الديسك اناليسيس اللي هو تحليل الشخصيات والكوميونيكيشن سكيلز ما شاء الله، يعني والكاستمر انت سيرفيس محاضر ومخرج وما شاء الله صاحب شركة. انا مش الله بحسد، انا اقول ما شاء لا الله. خالص، احسن براحتك. هو الحقيقه كمان انا بحب ليه اعمل كده، علشان بحب اتابع هم الناس بيتعاملوا ازاي مع صح العميل، وبنبتدي نحط رؤيه وخطه تنفيذيه للكلام ده. فمش بس بقول له انا هعمل لك اعلان ممول، خالص خالص مش ببدا بكده، ابتدي اشوف المكان محتاج لنصايح ايه. يمكن جات لي الناس تستغرب من الكلام اللي هقوله ده، لكن جات لي قبل كده ناس عايزه تعمل تسويق ورفضتها. معقولة؟ ليه بقى؟ لانه النشاط صعب جدا انه يتعرض على الفيسبوك، يعني مثلا لما بيجي نشاط يعني ما بتقدريش تكملي معاه، لان هو مش هيقوم، يعني في امثله كتير ينفع اقول مثلا حاجه منها مفيش مشكلة. زي تصوير ورق مثلا. لو انا عندي تمام. مكتبه تصوير ورق، هينفع ان انا اعمل ترويج لتصوير ورق؟ لا طبعا هيبقى فيه ترويج ولكن النتيجه هتكون ضعيفه. مين هيروح عشان يصور ورق بس؟ صح لكن بقى لو خدمات طباعه متكامله، لا هروح، عندي بيزنس كارد، عندي بوسترز، عندي بانر، عندي اللي هي خدمات الطباعه المتكامله، اللي هي المتكاملة. ده يحتاج لتسويق الكتروني، لكن التصوير ما يحتاجش تسويق لا الكتروني. طبعا صح. فبالتالي لا، في نشاطات ما ينفعش نعمل لها دون، فبالتالي بنعمل خطه، ندرس السوق وندرس المكان المحيط بالمقر للشركه او المصنع هيوزع فين، محافظات او في مكان ضيق الاريا بتاعت التوزيع. كل ده بيفرق جدا في التسويق وفي المنطقة برضو في البادجت، بتفرق يا روبرت، طبعا جدا، بتفرق. ده حتى الفيسبوك بيلاحظها وبيحسها. يعني لما بتروجي المنتج قيمته المالية غالية بيطلب فلوس أكتر، معقولة؟ ما يديكيش النتيجة. لازم فلوس يا نهار أكتر، أبيض، يعني عشان ده نروج موضوع الدعاية الفيسبوك ده للميديا. موضوع. ده أنا مهم سمعت جدا، إن الفيسبوك دلوقتي بيبقى عامل زي اليوتيوب وفي نسبة مشاهدة، دي حقيقة؟ ده حقيقي، طب إيه بقى، نعرف نبذة كده؟ أكيد طبعا. ده من ضمن شغلك على فكرة. مفيش مشكلة، يعني يمكن تعالي نشوف. هقول برضه، هرجع لمول هايبر كي ام، وعايز اقول بجد تحيه وتقدير ليهم كبيره جدا. طبعا تحية اخر ليه. فيديو يمكن ببادجت قليل
قليل بالنسبه للارقام الكبيره اللي بيطرحها الفيسبوك، قدر يوصل من فيديو واحد الى اكتر من 30,000 مشاهده. ده غير الكومنتس، غير اللايك، غير المسج اللي بتيجي من الناس، غير الناس اللي بتيجي للمول علشان تشتري حاجتها. تمام. يعني طبعا ديليفري، اكيد في مصداقيه. ديليفري في الصيني ده يكسر الدنيا يعني. في مصداقيه طبعا، مش بس كده لكن يعني هو بيوصل. يعني انا مثلا معلش روبرت، بس عشان عايزه افهم حاجه والمشاهدين يفهموها. يعني دلوقتي هو عمل فيديو لايف، تمام، وانا عجبني منتج، تمام، بيكون حاضر في مكانه، بيكون حاضر في مكانه، يقدر يوصله لي؟ التوصيل عندهم في بعض الحاجات صعب، لانه في زي الحاجات الاجهزه دي بيبقى صعب توصيلها. يعني هم طبعا بيكون العميل مأمن نفسه اكتر يعني. طيب ده ما شاء الله حاجه جميله. انا ادعوكم ان انتوا تنزلوا الهايبر. روبرت نورتني بجد، كانت حلقه جميله. عايزين نقول على العرض بتاع الهايبر الشهر 12، تمام، عشان الوقت خلص تقريبا. تمام. لا ده نوه عنه ايه. طب اتفضل نوه ونختم. تمام. عايز اقول لكم ان مول هايبر كي ام شهر 12 الاسابيع اللي جايه، مش الجمعه بس، ولكن كل يوم، كل يوم من اول شهر 12 لحد اخره في عروض. وتابعوا اللايف على الصفحه، ان شاء الله هنحطها لكم في الديسكريبشن. ان شاء الله نحطها قدامه. ان شاء الله. شكرا. انتظرونا في حلقات كتيره وكتيره من برنامج شكل تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.